مصطفى يونس اللي قال ان الاهلي اكبر مفسدة في مصر، مصطفى يونس اللي اتهم النادي الاهلي بتفريغ الاندية من اللعيبة حتى لو الاهلي مش محتاج اللاعب ده، مصطفى يونس اللي اعتاد على الهجوم على الكابتن حسن حمدي وكذلك على الكابتن محمود الخطيب، مصطفى يونس اللي تحالف مع مرتضى منصور ضد محمود الخطيب، مصطفى يونس اللي طلع على السوشيال ميديا وعلى الاعلام بتشيرت نادي الزمالك وقال ان الزمالك له فضل كبير عليه، مصطفى يونس اللي تحالف مع مرتضى منصور واشتغل في قناة الزمالك وبدأ انه يهاجم النادي الاهلي بدراوة، مصطفى يونس وهو في قناة الزمالك كان بيسمع اهانة محمود الخطيب واخته وزوجته وكان بيبقى راضي وساكت، الكابتن محمود الخطيب ما عداش الموضوع وما سكتش وما سامحش مصطفى يونس، الكابتن محمود الخطيب خد فرمان مرمط فيه مصطفى يونس واهانه وبشده، الكابتن محمود الخطيب دعا كل رموز النادي الاهلي في احتفاليه كبيره في فرع التجمع الخامس الا مصطفى يونس، وقال الكابتن محمود الخطيب مش مسموح لخاين انه يبقى موجود في وسطنا، مش مسموح ان خاين يدخل النادي الاهلي، ومصطفى يونس خان النادي الاهلي وخان جماهيره وخان رؤساء مجلس ادارته وخاني انا شخصيا اللي كنت زميله وصديقه وصاحبه داخل الملعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. أنا هطلب من إخواتي الغاليين إن هم يدعموا الحلقة دي باللايك، كتروا في اللايكات على قد ما تقدروا وشيروا في كل مكان، لأن الحلقة دي حلقة نارية وحلقة من العيار التقيل، حلقة رد الاعتبار بالنسبة للكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي من مصطفى يونس اللي أساء للجميع على مدار تاريخه. وهنخش في كل تفاصيلنا وهنشرح كل شيء ومعانا مقطع ناري كمان، يعني حاول ان انت تسمع الفيديو للنهاية لان الفيديو ده مهم جدا. نخش في تفاصيلنا بقى. الكابتن مصطفى يونس كان مفكر نفسه ان الكابتن محمود الخطيب هيمدله ايده بالصلح وهيدعيه زي ما دعا كل رموز النادي الاهلي لاحتفالية التجمع الخامس، لكن الكابتن محمود الخطيب دعا كل الا مصطفى يونس، ولما تسأل الكابتن محمود الخطيب هو ليه مصطفى يونس مش موجود قال تحبه يكون في وسطنا خاين، تحبه اللي اساء للنادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وهو واحد من ابناء النادي الاهلي يبقى موجود وسطنا، نحن الشرفاء الاكرماء، نحن المدافعون عن حقوق النادي الاهلي، لا يصح ان يكون وسطنا خاين. وده اللي اثار غضب مصطفى يونس وبشده، وخرج مصطفى يونس عشان يرد على الكابتن محمود الخطيب ويقول انا طول عمري بحب النادي الاهلي وطول عمري عايز النادي الاهلي احسن فريق، محمود الخطيب بيغير مني، محمود الخطيب بيحاول يستغل وجودي على قناه نادي الزمالك وان لبست تيشيرت نادي الزمالك عشان يسوق صورتي قدام جماهير النادي الاهلي. انا لما لبست تيشيرت نادي الزمالك كان الهدف وقت الفتنه وان احنا ما يكونش موجود فتنه ما بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، اما عن شغلي في قناه نادي الزمالك فانا كنت العنصر اللي بيدافع عن النادي الاهلي داخل قناه نادي الزمالك وداخل القلعه البيضاء، وكنت عمري لا اسمح باهانه النادي الاهلي، رغم ان كلنا شفنا الكابتن مصطفى يونس وهو يلتمس الصمت وكان واخد مبدأه كده انا اتكلم ليه طالما الكلام مش عليا انا، بيتكلموا على الخطيب ايه المشكله؟ النادي الاهلي ما يجراش حاجه، ما انا مش شغال في النادي الاهلي ولا عمري كنت مسؤول في النادي الاهلي، وزميل عمري محمود الخطيب بقى رئيس النادي الاهلي وانا ماليش اي دور داخل النادي الاهلي.
من وجهة نظركم مين اللي على حق؟ الكابتن محمود الخطيب اللي بيدافع عن المبادئ والقيم داخل النادي الاهلي، اللي مستمر في سلسلة يعني الحفاظ على المبادئ زي ما استبعدوا حسام وابراهيم حسن وممنوعين ان هم يخشوا النادي الاهلي، وعصام الحضري اللي ممنوع هو الاخر من دخول النادي الاهلي، وكذلك بقى عبد الله السعيد ورمضان صبحي وحسام عاشور وسلسله كبيره من اللي بعدوا عن النادي الاهلي ممنوعين ان هم يخشوا النادي الاهلي، ولا مصطفى يونس اللي بيدافع عن نفسه ويقول انا كنت بقول كلمه الحق والحق ما بيزعلش حد، انا كنت بدافع عن مبادئ وقيم اتعلمتها داخل النادي الاهلي، اني لما قلت ان الاهلي اكبر مفسده في مصر ده كان عشان في ارقام وفي عمولات وفي سمسره ولعيبه جت بملايين الملايين، الاهلي ما استغلهاش. اكتب لي رايك في التعليقات وقول لي هو مين اللي صح، الكابتن محمود الخطيب ولا مصطفى يونس؟ مع العلم انها واضحه للجميع، بس انا عايز اخد راي حضراتكم في هذا الموضوع. وتعالوا نسمع بقى مع بعض المقطع الناري ده ونرجع لبعض تاني. خلوني برضو اتكلم في موضوع مهم قوي قوي قوي. الخطيب يرفض دخول مصطفى يونس النادي الاهلي بتهمه الخيانه، رافعا شعار مبادئ الاهلي. من 72 ساعه تقريبا فرع التجمع والنادي الاهلي دعا النادي الاهلي كل لاعبي الاهلي القدامى بالتنسيق مع النادي الاهلي، اسم بالتنسيق مع النادي الاهلي. كان من ابرز الاسماء المستبعده كابتن مصطفى يونس. لا انا عايز الصوره، وانت انا قلبكم اسود قوي، يعني انا مش عارف قلبكم اسود قوي جايبين لي الراجل بتشيرت الزمالك. هات لي الصوره المجمعه وبعدين ابقى هات لي الصوره المجمعه لنجوم الاهلي القدامى وهم واقفين جنب بيبو في فرع التجمع بيحتفوا بفرع التجمع والانجاز وما وصل اليه النادي الاهلي. فدعا كتير من رموز النادي الاهلي القدامى، اعتقد التنسيق بشكل كبير كان في مثلا كابتن احمد شوبير حته التنسيق دي. ولو عرضوا لي الصوره هنا يعني على يميني او على شمالي استاذ مصطفى هقدر اقول لك نجم نجم لان الشاشه بعيد. منهم مثلا كان كابتن ربيع ياسين، منهم مثلا كان كابتن ضياء السيد، كابتن رمضان السيد، كابتن محمد عامر، كابتن مختار مختار، كابتن فوزي سكوتي اللي شعره ابيض، كابتن اسامه عرابي، كابتن جمال السيد، كابتن شطه اهو، كابتن شطه وكابتن تامر حفني الاسمراني ده، وكابتن محمد حشيش، وطبعا بيبو واقف، حسام غالي عضو مجلس اداره، العمري فاروق نائب، الاسماء دي. ولكن الدنيا كلها عينها راحت على كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري وفي صور ومداعبات وهزار وجلوس بينه وبين الكابتن محمود الخطيب. فخلوني اكلمكم بصراحه شويه. زعل كابتن مصطفى يونس، انا اللي بقول لك زعل. قال لك هو انا خلاص تاريخي بقى زيرو، انا الكابتن واحد من الكباتن التاريخيين في النادي الاهلي، يكفي ان انا الكابتن اللي شلت اول بطوله افريقيه في تاريخ النادي الاهلي، انا اللي شلتها سنه 82. وقال لك انا كابتن على كل اللي واقفين في الصوره. قال لك انا كابتن، انا الكابتن بتاعهم، انا كابتن كل اللي واقفين في الصوره. فتم استبعادي ليه؟ علشان الصوره اللي ظهرها لنا مخرجنا مصطفى النادي، انه اللي هتظهر دلوقتي بتشيرت نادي الزمالك، طلعت في قناه نادي الزمالك. هقول لك الكواليس من قلب النادي الاهلي، بيبو قال ايه وكان رد مسؤولين الاهلي ايه، وجماهير النادي الاهلي شايفه الوضع ازاي بميزان. خليني بس بميزان. الكابتن محمود الخطيب قال لك الله، هو انا اختلافي مع مصطفى يونس انه طلع على قناه الزمالك او انه لبس تيشيرت الزمالك؟ لا. قال لك مصطفى يونس اساء، وده كلام الكابتن محمود الخطيب للمقربين منه،
ورفض أي نقاش أو أي موضوع في اسم الكابتن مصطفى يونس، حتى من اللاعبين القدامى، حتى من اللاعبين القدام أو الأصدقاء المشتركين. ده من بدري بيبو بيزعل، يمكن بيزعل وبيقاطع أي نجم قديم أو زميل يكلمه على كابتن مصطفى يونس. قال لك هو تجاوز في وقت سابق ضد الكابتن حسن حمدي وضدي واتهامات، وفي الفترة الأخيرة وتواجد في بعض اللقاءات وكنت بتشتم وبتسب وبيتم اتهامي وهو حاضر وموجود، بل انه بيأيد الكلام. فازاي يعني ادعيه ازاي وهو تجاوز ضد رموز النادي الاهلي بالاتهامات دي، ومنهم الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب. تمام الكابتن مصطفى يونس قال لك لا، وفي كلام سابق قال لك لا، انا كده كده كابتن، الكابتن بتاع الخطيب وكابتن كل اللعيبه دي، ومحدش هيمحي اللي انا عملته، ومحدش هيمحي تاريخي، لا حد هيمحي تاريخي ولا حد هيمحي اللي انا قدمته للنادي الاهلي. وانا ما قلتش حاجه فيها اتهامات، وفيها انا قلت كلام حصل بالفعل. وفيما يخص الكابتن حسن حمدي قال لك انا تقدمت له باعتذار مرة واتنين، وبعدت له مرة واتنين وتلاتة اعتذار عن أي كلمة صدرت منه ضد الكابتن حسن حمدي. طب جماهير النادي الأهلي، خليني أكلمك على شريحة. لما جه ملف المبادئ، جماهير النادي الأهلي قال لك الله، ما هو يا كابتن محمود استبعاد مصطفى يونس ده عشان مبادئ الأهلي، استبعاد الحضري علشان مبادئ الأهلي، استبعاد حسام وابراهيم مبادئ الاهلي، استبعاد رمضان صبحي وحسام عاشور وعبد الله السعيد وشريف اكرامي علشان مبادئ الاهلي، كل ده عشان مبادئ الاهلي. طيب والكابتن حسام البدري، خلونا اكون صادق معاكم، في صوره لو تقدر تجيبها لي يا محمد بتجمع الكابتن حسام البدري والكابتن محمود الخطيب، الاتنين متلاصقين كده بينهم وبين بعض كم سنتي كده، بيتكلموا وبيهزروا وضحك في اكتر من موضع يعني، بس الصوره دي اللي انتشرت جامد تحت شعار الله، هي فين المبادئ يا كابتن محمود الخطيب؟ انا حضرت حاجات، انا حضرت الكابتن حسام البدري لما قابل الكابتن محمود الخطيب ورفض يسلم عليه واداله ظهره، أنا حضرت الكابتن حسام البدري لما راح اشتغل مع بيراميدز وبعدها على طول يعني مسك النادي، كل التقرير بتاع اللاعبين وهو مدير فني بقدرة قادر كل اللعيبة راحت بيراميدز، ده حصل بالملي. أنا حضرت الكابتن حسام البدري وهو بيتحدث بأنه ظلم، وإن رئيس أو مالك بيراميدز السابق ظلم، وإن النادي الأهلي فيه بتحصل تسريبات للإساءة لرموزه وهو منهم، أهي الصورة أهي. فجماهير النادي الأهلي قالوا لك الله، لو القعدة مثلا برعاية كابتن شوبير، طب أنت يا كابتن محمود قلت مصطفى يونس لا يجي ولا يسلم عليا ولا تحصل قعدة ولا صلح ولا مكالمة في التليفون، وأنا أعلم إن كان في فترة سابقة حصل رسالة من بيبو ما كانش بيرد على الكابتن مصطفى يونس وبعت له رسالة وبرضه ما ردش، فانت استبعدت ده وقلت لا والمبادئ. طب والكابتن حسام البدري، هل لو الكابتن حسام البدري بريء انه راح في فترة وانه صرح تصريحات ضد الخطيب في فترة وانه خد موقف مع نادي بيراميدز ضد النادي الاهلي في فترة، فاذا كان الكلام ده عادي انه ممكن يعني يتسامح، طيب ليه ما تسامحش رمضان؟ انا بقول لك لسان حال قطاع كبير من جماهير النادي الاهلي. ما هو اللي انا اعرفه كشريف ان مبادئ النادي الاهلي ما فيهاش اسم سين او صاد. زي ما حضراتكم ما سمعتوا كده التفاصيل كاملة، وان اللي حصل والردود والليلة كلها ايه،
انتوا ايه رأيكم؟ مصطفى يونس يستحق المغفرة والرحمة وان جمهور النادي الاهلي يسامحه، ولا جمهور النادي الاهلي هيأيد الكابتن محمود الخطيب وهيمشي وراه؟ بل متفقين ان اللي عمله محمود الخطيب هو ده الصح. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم، ويا رب اللي ما عملش اللايك يعمل اللايك ويدعم اخوه، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ما لعبتش.